السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي ومتابعي ومشتركي ومشاهدي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. أحبابي في الله، ما الفرق بينك وبين الميت؟ ما الفرق بينك وبين الميت إذ لم تكن ذاكرا لله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لك لما تسمع اسم النبي لازم تصلى على النبي. وكان يقول سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه ورحمة الله عليه، صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ورد في صحيح مسلم من حديث أبي مالك أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله على هذا التشبيه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تخيل فعلا ميت يقول لك أنا باكل ومش حاسس بطعم الأكل، أنا بخرج عشان أتفسح ومش حاسس، أنا معايا زوجتي ومش مستمتع بها، أنا معايا أبنائي ومش مستمتع بهم، أنا معايا، أنت تملك الدنيا كلها ولن تكون متمتعا، أنت ميت إذ لم تكن ذاكرا لله تبارك وتعالى. وقلنا من قبل، قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه. الله أكبر، أحييناه ماذا؟ أحييناه بالشريعة، أحييناه بالقرآن، أحييناه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الظلمات، نورا، نور يمشي به، نور الشريعة، نور التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، قال والصلاة نور، الصلاة نور، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يأخذوا فبائع نفسه في معتقها أو موبقها لله سبحانه وتعالى. نور القرآن، نور يهدي الله عز وجل به من يشاء، من اتبع رضوانه سبل السلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، يمشي به فين؟ يمشي به بين الناس، يمشي به في الظلمات، في الظلمات، يمشي به في ظلمات الناس في هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. لذلك كان من أعجب الوصف الذي وصفه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، قلب ليس فيه ذكر القرآن. ولذلك قال النبي، وقلنا لما قول النبي تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، قال إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تخيل بيت، بيت مهجور خرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كن حيا يا عبد الله، استجيب لأوامر الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.